شمع من دمعة يا يوسف يا يوسف يا يوسف. ربنا يبارك فيك يا ابني ويرحم يوسف. هو مات تاني؟ عيل طري. كان طيب جميل يا كان شاه. انا كنت حاسه ان هو ابن موت، فلت منها مرة واحنا في الفيوم، بس المرة دي معرفش يفلت. يا سهام، هو مرة مات ومرة سابني؟ هو بيموت فيه هزار يا علياء يا بنتي، الموت ما فيهوش هزار يا علياء، ما فيهوش هزار. فعلا الموت ما فيهوش هزار، بس انت هزرت قبل كده يا اخويا. عمره يا بنتي، احنا ملناش في نفسنا حاجة، دي حاجة بإيد ربنا. الحرامي ما ادالوش فرصة، لسه بيلف يدافع عني، راح ظرفه بالشوم على دماغه وخدت أجله. عقبال ما نقلنا المستشفى كان السر الإلهي طلع وراح لمثوى الأخير يا علياء، مثوى الأخير يا يوسف. لا احنا كده نقرا له الفاتحة. هو اتدفن فين يا سام؟ اظبطها واقول لك. نعم قصدي هو سبحان الله، واحنا شايلين النعش ورايحين ندفنه كان النعش بيطير، قعد يطير لفوق يطير لفوق لحد ما شفناهوش، عشان كده مش فاكر مكان التراب فين، مش فاكر مكان التراب بتاع الزعيم. كان بيطير بيطير يا حبيبي من عمله الطيب. يا ماما، هو كان انسان طائر، الله يرحمه. يحرم علي اللي سكالوب من بعدك يا يوسف، يحرم علي اللي سكالوب يا صاحبي. انا هقوم اروح اوضتي. رايح فين؟ هنام. نعم قصدي مش قادر، انا عايز اعدي الصدمه اللي انا شفتها. فقد الصحاب ده اتغنى في مواويل، اتغنى في مواويل يا عليا. الموضوع مش سهل عليا يا يوسف، مش سهل يا يوسف، يا لهوي عليا. خليك بس انا جاي. ايه اللي في ايه؟ في ايه يا ليلي؟ مالك يا بنتي، بنات كويسين؟ انت بتتجوز عليا انا، وكمان مراتك حامل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ ايوه يا طنط، انا عرفت كل حاجه خلاص. عرفتي ايه؟ عرفت ايه؟ بأمارة ال 45,000 جنيه اللي اتسحبوا من الكارت بتاعك في المستشفى عشان مراتك اللي بتولد. انا فعلا يا جماعه خدت ال 45,000 جنيه دول صح؟ بس خدتهم عشان ادفعهم في خرجة يوسف صاحبي. يوسف مات يا ليلي، صاحبي مات، صاحبي مات. انا اسفه يا سيسو، انا فعلا ظلمتك، انا اسفه. صاحبي مات، صاحبي مات. امال مين ده؟ حضرتك الاستاذ سام. صاحبي عاش، صاحبي